الله الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وسلم.
آله وصحبه أجمعين. السيد عامر إقليم الناظور، السيد القائد المنتدى للحامية العسكرية، السادة القضاة وممثلو الهيئة القضائية، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة ممثلو السلطات المحلية، السادة رئيس المجلس العلمي، السادة رؤساء المصالح والإدارات الخارجية، السادة البرلمانيون، السادة أعضاء المجالس والهيئات المنتخبة، السادة ممثلو الهيئات النقابية والسياسية، السادة ممثلو جمعيات المجتمع المدني، السادة ممثلو وسائل الإعلام، السادة العملاء والضباط وموظفو الأمن الوطني، السادة المتقاعدون وأرامل وحيتان الأمن الوطني، السيدات والسادة الحضور الكرام. إن المنطقة الإقليمية للأمن الناظور وهي تحتفل اليوم بالذكرى 60 لتأسيس الأمن الوطني، لا يغرها إحساس كبير بالفخر والاعتزاز، وأنتم تشاركوها الاحتفالات المخلدة لهذه الذكرى الوطنية العظيمة التي نسعى من خلالها كل سنة لاستحضار التاريخ العريق والمشرف والمشرف لهذه المؤسسة الأمنية، وكذا استعراض المنجزات التي ميزت السنة الماضية، ثم استشراف المستقبل بنفس جديد عاقدين العزم على بذل أقصى ما يمكن من الجهد في سبيل تقديم خدمة أمنية في مستوى تطلعات المواطنين وانتظارات الساكنة، مستجيبين في ذلك توجيهات السامية للقاء البلاد مولانا الملك محمد السادس نصر الله وإياه، وفقا لاستراتيجية أمنية محددة في هذا الصدد من طرف سيد المدير عام الأمن الوطني، المبنية في عمقها على حكامة أمنية جيدة غاية والسامية حفظ أمن الوطن والمواطنين من خلال تطبيق السليم القانوني. فالمنطقة الإقليمية للأمن الناظور كالإشراف المباشر للسيبوية الأمن، مركز التبدل بمختلف أطرها وعناصرها العديد من المجهودات حماية لأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، والتي توجد خلال السنة الماضية لإيقاف أزيد من 11,500 شخص من أجل جرائم مختلفة، من بينهم 4,500 شخص مبحوث عنه، كما تم حجز حوالي 400 كيلوغرام من مخدر الشراء، 537 غرام من المخدرات القوية، 174,137 قوس مهلوس، 236 كيلوغرام من مادة كيفو مشتقاته، 17,490 وحدة متنوعة من الخمور، 170 سيارة في الضياع غير قانوني، بالإضافة إلى العديد من العمليات النوعية المشتركة إلى جانب المصالح الأمنية الموازية، والتي مكنت من تفكيك عصابات إجرامية خطيرة وإيقاف أشخاص متورطين في جرائم مختلفة، والتي كانت محط متابعة من طرف الرأي العام وكذا وسائل الإعلام على المستويين المحلي والوطني. وفي مجال فن السير والجولة فقد تم ضبط ما مجموعه 12,630 مخالفة مرورية، واستخلاص حوالي 7,600,000 درهم كغرامات صرفية، كما تم إيداع ما مجموعه 2,800 عربة مصنع بلد. هذه الإحصائيات التي تسجل منطقة الإقليمية الأمن الناظور أغلبها لأول مرة، لا هي دليل واضح على جسامة المجهودات المبذولة من طرف النساء ورجال الأمن الوطني على اختلاف رتبهم ومسؤولياتهم، وكذا على صدق نية والعزم المعقودين في سبيل النهوض الأمثل بمهامنا الأمنية على مدار الساعة حماية لأمن رعاية صاحب الجلالة نصره الله وإياه في هذا الحمد. الشراكات الهادفة إلى العناية بهذا الجانب التي نذكر بها على سبيل المثال والحصر مجالات الصحة، السكن الاجتماعي، القروض، النقد وكذلك التنمية. السيدات والسادة الضيوف الأفاضل، إن المدير العام للأمن الوطني وإيمانا بنا بأهمية التواصل باعتباره لجنة أساسية وحجر الزمن في التأسيس لشرطة مواطنة ومجتمعية منفتحة على محيطها، فقد نشر سلسلة من الخطوات والمبادرات الهادفة في مجملها لتعزيز التواصل مع المجتمع المدني بمختلف مكوناته وأطيافه وفاعليه. أغتنم هذه المناسبة لأعرض لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن كل أطر وموظفي المنطقة الإقليمية للأمن الناظور عن خالص عبارات الشكر وأسمى عبارات الامتنان عن مشاركة لنا هذا الحفل، فإني أتوجه أيضا لكل نساء ورجال الأمن الوطني بتهاني الخالصة بهذه المناسبة، وأحثهم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والتضحيات ونكران الذات والاستماتة في سبيل النهوض بواجبنا المقدس في
في حمايه الامن الوطني والمواطني، في تشبث صادق بتوابس امه ومقدساتها وتعلق المتين باهداب العرش العلوي المجيد، وفاء لشعار خالد الله الوطن الملك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. التي اتت لتشارك اسره الامن احتفالها، ومعروف ان هؤلاء المسؤولين جميعا ساعدوا ويساعدوا جهاز الامن، فلهم الف شكر وتحيه. عنوان القصيده: كلنا للوطن فداء. باسمك اللهم احم هذا البلد، واحم قائده الملك محمدا. سجل يا تاريخ اليوم مسددا، ان المغرب شامخ دوما ابدا. للعهد المفدى ارواح ابنائه لا يبنين الردى عن فدائه. فالشعب يسري في أعماقه حب الملك وحب صحرائه. يا من تبتغي الأذى للوطن وأرضه، فالكل مستعد للدفاع عن حده. الصحراء في مغربها تنعم ببهائه، والمغرب سائلا أبدا في صحرائه. الشباب دعامة الأمة وفخرها، تحمي سواعده بالمجد أسوارها. يقسم أن يكون اليوم ظهيرها، أن يحمي البلاد ليلها ونهارها. لا نهاب من اختار الشرود بدرعه، واختار الخروج عن الأمير وشرعه. للمؤمنين ملك يضيء الدرب بنوره، يحمي البلاد من الضرار وشره. هذا جهاز الأمن، هذا جهاز الأمن في يومه يسهر من أجلنا، يضحي بنوره، يجابه الجريمة يحمينا بدمه. لا يرجو من الله سوى كرمه. أدى اليمين، أدى اليمين أن يخلص العمل، أن لا يخون الوطن وأن يتحمله. مستعد يتحدى السهل والجبل، يبعد الأذى ويزرع الأمل. والسلام عليكم. الأديب وعلى الصحابة الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أنت القائل سبحانك ادعوني أستجب لكم، والقائل سبحانك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إنا نتقرب إليك اليوم بهذا الدعاء، فندعوك أن تستجيب لنا دعواتنا. اللهم استجب دعواتنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه سالما من الشر معصوما. اللهم اجعل لقاءنا على دينك، على خيرك، على فضلك. اللهم انك تعلم ان هؤلاء الرجال الذين يحتفلون اليوم بالذكرى 60 لتاسيس هيئتهم، اللهم انك تعلم انهم حراس امنك في هذا الوطن العزيز. اللهم احم ظهورهم، اللهم احم جنوبهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم قو شكيمتهم. اللهم انك تعلم انهم عيون حارسون لامن هذا الوطن. اللهم احرسهم، اللهم احرسهم. فقد قددته امر هذه الامه، اللهم فقوه، اللهم قوه، اللهم ثبته، اللهم احفظه في حجه وترحاله، اللهم احفظه في حجه وترحاله. اللهم بارك في خطواته، وبارك في سموه ولي عهده الامير الجديد مولاي الحسن، واقر عينه به وبسمو شقيقه الامير مولاي رشيد،
وبسائر أفراد أسرته الكريمة. اللهم تغمد برحمتك الواسعة الملكين الجليلين المجاهدين الحسن محمد الخامس والحسن الثاني. اللهم طيب وموتانا جميعا تراهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم افسح لهم في قبورهم. اللهم نور في قبورهم وافسح لهم فيها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب هذه الامه. اللهم اصلح شباب هذه الامه واحفظ نساءها وبناتها. اللهم اجعل اولادنا صلحاء فرضاء علماء. واغفر لنا جميعا ولابائنا ولامهاتنا ولاشياخنا ولقرابتنا ولاصدقائنا ولاسهارنا ولجميع المسلمين والمسلمات يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.